لو طلبت منك تمرين قلت لك لما نور يقطع ويرجع اعمله، اللي هيفكر في ازاي نور يقطع ويرجع مش هيوصل للفكره، لان مفيش حاجه اسمها احنا ما خدناش حاجه ولا هناخد حاجه بتخلي البي ال سي يميز ان النور قطع وجه. اوكي، لما اقول لك مثلا ان لما الازازه تتكب يديني الارم، البي ال سي ما عندوش حاجه تفهم ان الازازه اتكبت. عشان كده اكبر مشكله ان اللي بيدور على يعني اللي خد من النقطه صعبه وبدا يفكر في التمرين عمره ما هيوصل. بي ال سي لو كان بيميز ان النور يقطع ويرجع كنا ادينا له جائزه نوبل، ما ازاي هيعرف يعملها اساسا؟ اوكي، فدي نقطه مهمه جدا. دايما خد اصعب تمرين ايا كان ايه هو، ابدا بالجزء السهل اللي فيه. يعني مثلا البرنامج ده افكرك تاني كان بيقول ايه؟ ستارت يمشي يمين لغايه ما يخبط في الليمت سويتش، ستوب يمشي شمال لغايه سوري ستارت شمال يمشي شمال لغايه ما يخبط في الليمت سويتش، ستوب اوقفه لو نور قطع ورجع وهو كان في النص يروح اوتوماتيك للهوم بتاعه اللي هو مثلا يمين او شمال زي ما احنا هنحدد. حاجه ثانيه معلش، وانت بتفكر في التمرين خلي الدياجرام دايما قدامك لانه هيساعدك جدا على الاقل حتى وانت بتجرب البرنامج ده. كيو 0.1 يمين، كيو 0.2 شمال، هيخبط في الاي 1.2 اللي هو نورمال كلوز، هيخبط في الاي 1.1 اللي هو نورمال كلوز، بشغله عن طريق الاي 0.2، بشغله عن طريق الاي 0.1، بفصل عن طريق الستوب اللي هو الاي 0.0. مش فاكر، مش تفرق بقى، انا مش فاكر بس مش مشكله، مش تفرق، تفرق في حاجه؟ ده انا هزعل منك لو اتلخبطت. ها؟ مفيش مشكله، ماشي حاضر. بس هي ما تفرقش في حاجه يعني خالص. انا ممكن اظبطها وفي الاخر يجي واحد بره يقلب فاستين يبقى عكس اللي انا عملته صح؟ كي 0.1 ماشي، اي 1.1 تمام كده؟ ها اوكي ماشي. الجزء السهل واللي جربناه قبل كده في تمرين ستارت الاي 0.1 يروح يشغل كيو 0.1 لاتش عشان مش هفضل دايس على طول من كيو 0.1 ستوب عشان لو في حاجه حبيت اوقف الموتور مثلا امرجنسي ولا حاجه، هو كلوز بره فانا اخدته اوبن جوه عشان يسمع كلام اللي بره. بما انه موتور اتجاهين لازم نحط انترلوك كيو 0.2. نفس الكلام الاتجاه الثاني اي 0.2 لاتش من كيو 0.2 ستوب اي 0.0. الانترلوك هيكون من كيو 0.1 عشان يشغل كيو 0.2. اشتغل الاتجاه ده، ده ما ينفعش يشتغل، اشتغل الاتجاه دوت، ده ما ينفعش يشتغل. في نقطة زيادة، اتفقنا إن في ليميت سويتش هو اللي هيوقف التمرين لو نهاية المشوار. دوست على الاي 0.1 مشي كيو 0.1 لغاية ما خبط في الاي 1.1. الاي 1.1 هو أساسا نورمال كلوز، لما يخبط فيها هيجرى له إيه؟ فأنا عايزه برضه جوه البرنامج يعمل إيه؟ يفتح صح؟ يبقى أنا هاخده ها زي ما هو. اوبن صح؟ الاي 1.2 لما يخبط فيها يفتح، فعايزه برضه جوه البرنامج يفتح عشان يفصل، فانا هاخده زي ما هو برضه اوبن. صح؟ في مشكله، احنا كده خلصنا 90% من البرنامج اساسا. النقطه اللي جايه ما تفكرش فيها ان النور يقطع ويرجع، لان مش هعرف اقول لك الكلمه دي. البي ال سي بالنسبه له النور ما قطعش في كهرباء، النور قطع ورجع يعني برضه في ايه؟ كهرباء، مش هيميزهم عن بعض. بس تعال يعني نوصلها له سنه سنه. انا عايز اقول له معلومتين، النور قطع ورجع، وعايز اقول له حاجه ثانيه، انت في النص. كلمه في النص دي احنا ما خدناش حاجه تفهم البي ال سي انه في النص، هو ما فيهوش ميزان ميه. عشان يفهموا ان هو في النص اعمل ايه؟ يعني معناها الاثنين ليميت سويتش ما حدش داس عليهم، صح؟ يعني الاثنين طبيعتهم ايه؟ زي ما هم، يعني هما ستاند كلوز، يعني هيفضلوا كلوز. ماشي، انا ممكن اقول له كده، اولا الاي 1.1، ثانيا الاي 1.2، الاثنين كلوز فجوه برضو كلوز. الاول الاثنين كلوز مع انه هو في النص، كده خلصنا 95% من البرنامج. عايز اقول له النور قطع ورجع، اقول له ازاي؟ انا هسمع الحلول كلها وهقول لكم مفاجاه في الاخر. نيجاتيف ايدج، بوزيتيف ايدج، نيجاتيف ايدج. انا مش هقول له حاجه لان كده كده دول مش هيقفلوا غير لما نور يجرى له ايه. خلاص خلصنا البرنامج. الميركر ام 0.1 المفروض ان الهوم مين مثلا؟ مثلا اي حاجه زي ما انت عايزينها، كي 0 مثلا كي 0.2
هنا في مكان نخلي عشان في مكان عشان ما نمسحش تحت. ام 0.1 خلص البرنامج. تعال نقرا، تعال نقرا، يمكن يكون في غلطه لما من وجهه نظري خلص بس نقرا. ستارت اي 0.1 كلوز كلوز بطبيعته كلوز بطبيعته كلوز اشتغل كيو 0.1 صح؟ تمام كيو 0.1 اشتغل. كيو 0.1 اشتغل يعني ابتدى يجي الناحيه دي صح؟ يعني ساب الليمت سويتش دوت يعني بقى كلوز. في مشكله الميركر عمل ايه لوحده؟ هو لوحده شغال اصلا. مش من جاي لحضرتك اهو. الموتور كان واقف هنا. تعال نخليها كلها اصفار وحيد عشان ما ننتهش. في البدايه خالص 0 0 0 1 1 هنشوف دلوقتي شغال شغال 1 1 0 0 مش شغال. تحبوا نبدا والموتور واقف هنا ولا هنا ولا في النص؟ ها كله صح بس ما يتلخبطش، نخليها في الاول واقف في مكان معين بس كله صح في الاخر. قبل ما نبدا اتفضل. عشان بنقراه الاول يمكن يطلع صح. طب نقراه الاول. نقراه لو غلط هنسمع كل الافكار وحتى لو صح هنسمع افكار ثانيه. مثلا نختار اي مكان نبدا فيه وخلاص، في النص هي صح بس خليها بعد ما نخلص الاول سواء كان هنا او هنا. مثلا الموتور واقف هنا. اوكي يعني الاي 1.2 ماله؟ مفتوح. يعني ده اللي مقفول. مفتوح ده اللي مقفول. في حاجه اشتغلت لوحدها؟ لا لان هو كده كده مش واقف في النص ده واقف على جنب. لو جيت اشغل الاي 0.1 واحد 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 الموتور جرى له ايه؟ اشتغل بدا يمشي الناحيه دي. هنا في جديد؟ اه في نقطه تعويض. مش هو بدا يمشي؟ يعني ساب الليمت سويتش فرجع بقى ايه؟ كلوز صح؟ يعني تحت برضه رجع بقى ايه؟ كلوز. هيعمل ايه في الميركر؟ هيشغله. الميركر لف وعمل ايه هنا؟ بيقول له اشتغل، قال له ما انا كده كده شغال، ما فرقتش صح؟ البرنامج ما فرقش في حاجه. يعني لو هو جاي الناحيه دي كده والميركر اشتغل ما فرقتش. طيب. فضل ماشي لغايه ما خبط في مين؟ في الليمت سويتش. ده جرى له ايه؟ زيرو. صح؟ ودي بقت زيرو. ده طفى طبعا. ودي بقت زيرو. ده فصل. صح؟ يعني طلع فوق ما قدرش يقول له ايه؟ اشتغل سكت على طول. يبقى كده هو جاي ناحية ما حصلش حاجة. تعال نجرب هو رجع الناحية التانية. يعني المفروض ان الليمت سويتش دوت مفتوح وده مقفول. هتدوس على مين المرة دي؟ اي 0.2 ماشي. دوست على الاي 0.2 واحد 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 الاوتبوت جرى له ايه؟ اشتغل. عوض على نفسه. ابتدى يتحرك صح؟ فده بقى ايه؟ تمام؟ يعني الميركر جرى له ايه؟ اشتغل. الميركر دي يقفل هنا، صحيح قفل هنا. بس النقطة دي مالها؟ فتحت صح؟ يعني ده جرى له حاجة؟ يعني برنامج باظ؟ لا ماشي. هيفضل ماشي لغايه ما يخبط في مين؟ هنجرب ما نجرب الاثنين. انا ما عنديش مانع، انا عايز اجرب برنامج صح لغايه ما يخبط في فين؟ على فكره انتوا كنت يعني انتوا زهقتوا عايزين تقفوا هنا صح؟ عايز اقول لك ان ممكن الحته الجايه دي تبين البرنامج ده كله غلط اساسا. مش عايز اقعد بقى برسالة اقول ان هو غلط اساسا. لغايه الاخر عند الاي 1.2 خبط في الاي 1.2 مين اللي فصل؟ ده صح؟ هو كده تمام ماشي. زيرو. حلو. وده جرى له ايه؟ زيرو. تمام. يعني ده ماله؟ شغال. حلو. طيب انهي واحدة؟ ماشي ما هو هيطلع فوق العامل فيها ايه؟ يفصلها. البرنامج باظ؟ البرنامج باظ؟ انهي نقطة تعويض؟ ماشي صح؟ ها؟ مش هو ماشي كده؟ يعني شغال في 0.2 ماشي ده فصل ودي رجعت بقت كلوز صح. المهم ان هو برده ما عرفش ايه؟ يعني المهم ان البرنامج ما باظش. تعال نجرب النقطه الثالثه اللي هي لو النور قطع في النص سواء كان جاي الناحيه دي او رايح الناحيه دي. مثلا هنشغل مين دلوقتي؟ نشغل الكيو 0.1 عشان نجيبه الناحيه دي. دوست ستارت ماشي. فكل الليمت سويتش بقت كلوز. يعني الميركر شغال. صح.
النور قطع، يعني ده جرى له ايه؟ فصل، وده فصل، وده فصل، كل حاجه فصل، النور قطع للبي ال سي، صح؟ لما النور يرجع ده يعرف يشتغل لوحده؟ لا. ده يعرف يشتغل لوحده؟ لا. ده يعرف يشتغل لوحده؟ اه، لان الاثنين اللي بيسويتش مالهم؟ ما هو في النص، يعني الاثنين مالهم؟ كلوز. هيروح عامل ايه هنا؟ شغال لغايه ما يخبط في الليم سويتش، يروح عامل ايه؟ فاصل. نتناقش لو في زيادات نشيلها، نتناقش لا حالا دلوقتي. ها عينيا، ماشي. الاولويه ليك. يا باشمهندس طبيعتهم ايه؟ كلوز. انت بقى واقف هنا في عباده اوبن، واقف هنا في عباده اوبن، واقف في النص في عباده الاثنين كلوز. صح صح. طب اوضح لحضرتك حاجه بس، هي بس ماشي، هي بس هي انت عايز ترمي اللوم عليا، بس هو مش عليا. هقول لك ليه، هقول لك ليه. عندك اتنين ليميت سويتش، لما تيجي تشتغل هو الراجل بيقول لك انا هجيبه لك مقفول بس عامل نفسه مفتوح عشان انت تستخدمه وهيبقى المكنه واقفه فيه، ولا بيقول لك خد المفتاح مقفول وانت حسب الابلكيشن اللي تحطه فيها؟ هو طبيعته مقفول. غلط يا باشمهندس، هو مش مفتوح، هو مقفول بس بتداس عليه، دي حاجه ودي حاجه. هو مقفول فلما تداس عليه بقى مفتوح، ما ينفعش يقول عليه مفتوح، هو برده مقفول بس اما تداس عليه اتغير. اول لحظه توصيل كهربائي. فليكن، انت فهمت قصدي يا باشمهندس؟ فهمت قصدي؟ فاهم قصدي ولا لا؟ ما هي دي المشكله كلها يا فندم، في اللي انا فاهمه يعني، هو لو اصلا مقفول يبقى اول ما وصل النور الكهرباء يبقى المكن هيشتغل ده. انا فهمته. تاني عشان مش هنضيع وقت في نقطه مش محتاجه نقاش يعني. لا واحد بوينت اتنين مفتاح مغلق. انت وانت شغال عدى الموتور عليه فجرى له ايه؟ فتح. ما اقدرش اسميه مفتاح مفتوح، هو مفتاح مقفول بس فتح واحنا شغالين. صح؟ دي نقطه الجدال ما بيننا بس. فليكن، ما دام فهمت التمرين خلاص. ها؟ ما دام فهمت التمرين خلاص. يعني انت بقى سميه كلوز انا سميه اوبن، ما دام فهمت التمرين خلاص. ثانيه بس. طب قبل ما نشيل حاجه انا خايف حد يتلخبط، فنتناقش الاول فيه قبل ما نشيل حاجه. ها، نعيده تاني من الاول؟ انا عايز اعيده من الاول. طبعا ده لازم اقول لكم حاجه بس نبقى نشيلها من التصوير يعني من التسجيل. في ناس هنا نقلت التمرين من بعض، ناس نقلت التمرين من بعض، ما اقصدش او حلوه مع بعض، انا اسف ما اقصدش حاجه. اوعكوا حاجه دي تتذاع، هو مش غلط على فكره، ما قصدش حاجه يعني، انا بفكر برضه مع ناس. عارف ليه؟ لان ما ينفعش يطلعوا فكرتين زي بعض في البي ال سي. ما دام طالعين زي بعض بالظبط يبقى مفكرين مع بعض، صح؟ اهم حاجه تتفرق عشان ما تضربش من التصوير. لا دي ما نزعقش دي. انا ما قصدش، لا ما قصدش، ما قصدش. فما كانت تتناقش مع بعض، بالعكس حاجه كويسه. نعيدها ثاني من الاول. انا مش مهم بتعمل التمرين، مهم اكون فهمت، وده اهم من عمل التمرين نفسه. في البدايه خالص مين اللي كان عايز يعملها؟ ان احنا بادئين في النص، قلت له حضرتك صح؟ تمام، بادئين في النص. في النص هو كلوز يعني برضه هيفضل ايه؟ كلوز، ما انا مش دايس عليه صح؟ يعني ده 1 1 1 1 1 1 1 1، ما دوستش مش هيشتغل، ما دوستش مش هيشتغل، بس ده عمل لوحده اشتغل. ده لما اشتغل البي ال سي لف وطلع فوق، قال لك هعمل ايه؟ صح، ما ده اللي احنا عايزينه صح. تمام. طب عايز بقى يكمل اتجاه اليمين او اتجاه الشمال؟ ماشي. اه دي هنعملها، دي ده كان الامتحان بتاع الكورس اللي فات، فهنعملها ونتناقش فيها مع بعض. اه بالظبط، بس دي عايزه حاجه لسه ما خدناهاش اسمها الفاريبل، اول ما ناخدها هنعملها مع بعض. اكمل بس التمرين. ابتدى يرجعه ناحيه الشمال صح، هيفضل يرجعه لغايه ما يخبط فين؟ 5 1.1، خبط في الليمت سويتش دوت، يبقى دوت فصل صح؟ وده كمان جرى له ايه؟ فصل. يعني الميركر بطل زن، ما بقاش عمال يقول له اشتغل اشتغل اشتغل، خلاص. ارجع انا اشغله بمزاجي للاتجاه الثاني، ما بيشتغلش لوحده. ادوس على الاي 0.2 فيروح عامل ايه؟ هيمشي. وهو ماشي في الطريق معاه ان هو ولا هنا ولا هنا، صح؟ فالميركر عمل ايه ثاني برضه؟ اشتغل، راح يقول الاتجاه الاولاني اعمل قفل، قال له لا معلش مش هينفع لان في نقطه ايه؟ حمايه، لو ما فيش ده هيعمل قفل. صح؟ وهكذا. طيب. نشوف لو في حاجة زيادة نشيلها مثلا نتناقش فيها الأول. دي ملهاش لازمة؟ نتناقش مثلا. قبل ما نشيلها، 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 قبل ما ن
ايه تاني معلش؟ يبقى كنت هخلي الملك الهند. اه بس هيطلع صح ولا غلط مش عارف اجاوبك غير لما اعمل الاول اقراه. انا ما اعرفش، ما هو يمكن تيجي عند دي تعمل مشكله. هو كان بيقول لو بدل ما نخليه الهم الناحيه دي يبقى الهم الناحيه دي، يبقى كنا نخلي الملك دوت يلقط هنا. انا ما مش هينفع اقول لك صح غير لما اقراه. انا ما اعرفش، ما اعرفش بامانه، ما اعرفش، لازم اقراه الاول. فاهم؟ تحب اوقعك في غلطه كمان نص دقيقه؟ هقول لك تمرين وكلكم هتقروا غلط، وهقول لك ليه. ليه؟ ها لو عايز اشيل 0.1 زي ما باشمهندس بيقول نشوف هتفرق ولا لا. لما تدوس على الاي 0.1 كي 0.1 ابتدى يمشي. فعلى حساب مين؟ حساب الليمت سويتش. فالملكة كده كده عمل ايه؟ اشتغل، فيعتبر كانه عمل ايه؟ عوض. بس انا في نقطه جدال تاني عادي من الاول. لما دوست على الاي 0.1 ابتدى يمشي، يعني ساب مين؟ الليمت سويتش، يعني يعتبر كانه بقى في النص صح؟ فده اوتوماتيك هيبقى عامل لوحده، هيشتغل فكانه عمل لاتش صح؟ بس في نقطه، افرض معلش لو ايه؟ مصلحه لو نقطع. بس في نقطة ايه هي؟ لو انا بجرب المفتاح عملت كده تضمن لي انه هيشتغل ولا ممكن يفصل؟ لان لو الليمت سويتش المشوار بتاعه مثلا عشان يسيب الليمت سويتش بياخد مثلا حوالي 2 3 سنتي حركته. انا دوست وشدت بسرعه، الموتور لسه بيقول لي هادي بس كان لسه ما سابش الليمت سويتش صح؟ فانا انا حلوه حابب جدا ان احنا نتناقش في حاجه زي كده، بس انا خايف اعملها بصراحه. اه يعني دي مرتبطه بجزء ميكانيكا، وانا مش هخلي البي ال سي تحت رحمه حاجه ميكانيكيه تبوظ الدنيا صح؟ صح. مش ممكن الاي 1.1 والاي 1.2 اشيل الميركر واحطهم دايركت هنا؟ ها مش احنا بنخلي الاي 1.1 والاي 1.2 يشغلوا الميركر عشان الميركر يعمل لاتش؟ طب ما ناخد الاي 1.1 والاي 1.2 نحطهم هنا على طول صح؟ هجاوبك بس الاول لو عايزين تنقلوها نقلوها الاول.